الحب لا يعرف المسافات، عبارة أكدها ارتباط نجمات عالميات برجال سعوديين. فمن هي الثنائيات السعودية الأجنبية؟ المغنية الأمريكية الشهيرة ريانا أحدثت مفاجأة مدوية عام 2017 عند ارتباطها برجل الأعمال السعودي حسن جميل. الثنائي لم يعلنا الأمر بالبدء، لكن بعد تسريب صورهما في المسبح أكدت ريانا الخبر، وقد ظهرا في العديد من المناسبات معا إلى أن انفصلا بعد 3 سنوات. ورغم أن اختلاف الثقافات وأسلوب الحياة بين ريانا وحبيبها لم يكن مانعا للارتباط في البداية، إلا أنه كان سبب الانفصال حسب تصريح النجمة العالمية. رجل الأعمال السعودي حسن جميل كان قد ارتبط سابقاً أيضاً بعارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل، وقد رصدته الكاميرات برفقتها خلال مهرجان الصيف في لندن فيما كان يصغرها ب18 عاماً، إلا أن علاقتهما لم تكن واضحة ولم تتطور. الممثلة الأمريكية لينزي لوهان رافقتها شائعات كثيرة حول ارتباطها بشاب سعودي، حتى تأكد الأمر تقريبا من خلال تصرفاتها. لينزي أغلقت حسابها على إنستغرام في فترة من الفترات وكتبت على الحساب الجديد وعليكم السلام، كما شوهدت وهي تحمل القرآن الكريم. وقد شرحت الأمر في مقابلة مع إذاعة تركية بقولها أن صديقها أعطاها القرآن الذي أحبته كثيرا. ويزعم أن هذا الصديق هو المنتج السعودي محمد التركي ابن عبد العزيز التركي رجل الأعمال المعروف. فانيسا ترامب وعدت الأمير السعودي خالد بن بندر بن سلطان لفترة قبل أن تتزوج بابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الأمير وحبيبته عاشا قصة حب شهيرة حسب أصدقاء فانيسا، وكان الأمير يعاملها كملكة وأفضل مما يعاملها ابن ترامب الذي تطلقت منه في 2018 بعد سنوات طويلة من الزواج وإنجاب 5 أطفال. أما الأمير خالد فقد تزوج من امرأة بريطانية تدعى لوسي.